شو حلتها؟ حلتها انك بدك تدق بالمعامله وتفوت لعند كمال وتمون عليه يوقعها. بس يوقعها بعطي الاوراق لرفيقي مشي البرادات بدل ما نكون نزلنا انا وياك على البيت لعندي زكينا المصاري ورجعنا. ناولني فوت. شلون الغالي؟ شه 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 شه. لا شو جابك لهون؟ عنا شغلة صغيرة عندكم. ها؟ وإن شاء الله عم تستفيد وعم يطلع لك مصاري. ربك ساترة. الحمد لله، إذا ربك ساترة ليش ما عم تفاجر البيت؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. مشي الحال عمي رؤوف. دفعت له لو فهد. لك الله يبارك فيك ويعزك ويعلي مقامك يا غالي. معلم بعيتك. عنا هالمعامل مشينا. وين صاحب العلاقة؟ الله يعينه مريض بالمستشفى. ما بيمشي الحال. لازم يحضر شخصيا. ولو كمان بس أنا معي وكالة. وين وكالة؟ جوا. أنت بتقرأ عربي ولا ما بتقرأ عربي؟ 20/10/1995 من 10/11/12/1 نحن وين؟ شهر 2 منتهي الوكالة. الله معك كمال. الله يرضى عليك. الرجال مريض بس يصحصح يا أخي بيجدد لنا الوكالة. عمي بس يصحصح ويجدد المعاملة ويقدر يجي يشرف. ما صدق لنا إن هالشغلة ناكل منها خبز. لك رؤوف قال لي عندي حكيته. كمال أنا تعهدت للجماعة قلت له ابن حماي بده يمشينا المعاملة يستر على أرضك لا تسوي. لك أخي أنا إذا ما كانت المعاملة نظامية ما مشيها. الله معك. شباب شغلة مو محرزة بوسي لك يعني إن شاء الله. لك خلصنا بقى عيب عليك. يخلي لك يا الله يطول لك بعمر الستم كمان. ما تخجلني مشيلي يا محتال. بس هالمرة ها وصحك تخبر حدا يستر على حريمك.